أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ اليوم يوم الثلاثاء 8 فبراير عام 2022 ميلادي. تم بحمد الله افتتاح هذا المشروع صدقة جارية على روح الطفل مرحوم ريان، كتب الله أجره وأن يسقيه من الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويوسع مدخله ويكرم نزله يا رب العالمين. التنفيذ جمعية سند الأجياد أكادير بشركة ماء المحسنين من هولندا، جزاهم الله خيرا ويجعله في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. الواسطة رشيدة زخنيني وبشير أبو نعيم. الموقع بربع بمبركة جمهورية بنين. الآن نفتتح المشروع بسم الله وعلى بركة الله. التكبير التكبير التكبير. أنا أبي